يعني حضرتك عايزه تفهميني ان جده ميكي ساب لماما ميمي لغز ميكي؟ ايوه والله العظيم هو ده اللي حصل. وبندق بعدها خدكوا وداكوا المرسم عشان تحلوا اللغز الجديد؟ اكزاكتلي. وانتوا بقى حليتوا اللغز ورايحين تجيبوا الكنز. اهو شفتي الكنز، كنز زي ما انا بقول لك. انا مش فاهمه ايه موضوع الكنز ده، هي فلوس عادي حضرتك، فلوس ورث يعني. فلوس، معلش انا اسف، خديني على قد عقلي يعني، معلش اصلا انا اوفر شويه. طيب انتوا وانتوا رايحين تقتحموا ميناء بورسعيد ليه مثلا ما خدتوش راي حد مهم؟ عم دهب مثلا؟ ايوه انا نسيت اقول لحضرتك، عم دهب كان شريك جده ميكي، بس بندق قال لنا ما نقولوش عشان هو راجل يعني مش مظبط. طيب ليه ما خدتوش مثلا راي حد ثقه؟ يعني مثلا الجدة بطة، مخترع عظيم زي عبقريني. بطوط، وانا عارف ان هو في مقام خالكم، مش انتوا سوسو لولو؟ لا عارف ماهر اللي بيركب مازنجر؟ يبقى ابن عمي انا وهو كده. Are you joking guys؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لك محدش هيصدقنا. مش هيصدقنا ليه؟ احنا جايين نلعب يعني. استنوا بقى اسمعوني، انتوا قانونا ما عليكوش اي حاجه وتقدروا تروحوا، بس يعني الحق يتقال، انا المفروض احولكم لمستشفى الامراض العقليه، بس بما انكم يعني شكلكم كده محترمين وولاد ناس انا هسيبكم تروحوا، بس يعني نصيحه روحوا اكشفوا احسن. طب ممكن معلش اطلب من حضرتك طلب؟ طبعا. ممكن ادخل التواليت بتاعك؟ تدخلي الحمام اللي تحت. ما انا فعلا كنت داخله الحمام اللي تحت، بس الريحه رهيبه واصله لغايه الطرقه، اول ما دخلت حسيت ان انا بدوخ وهرجع، فما قدرتش. سالت العسكري على تواليت تاني، قال لي في تواليت عند حضرتك او اتصرف في الجنينه، فما فهمتش يعني ايه علاقتي بالجنينه، ابعها لكم دلوقتي ولا ايه؟ مش فاهمه يعني، فبستاذن حضرتك ادخل التواليت بتاعك لو سمحت. وخصوصا ان في الحمام اللي تحت في رسومات مش لطيفه طبعا، عيب وما يصحش حد يشوفها، وفي كلام ما ينفعش نقراه، دي بنت. طيب لو عايزه تدخلي الحمام بتاعي اتفضلي، انا ما عنديش مانع، بس يعني انا ما انصحكيش. ليه؟ لان انا لسه خارج من الحمام، وبصراحه انا يعني فطران عجه وشكشوكه. طب ايه المشكله؟ لا مشكله، هو عجه دي يعني بيجيب عجينه طعميه بجنيه ولا بنص جنيه، ويجيب بيض ويحطوا بقى على بعض ويحطوهم في طاسة زيتها قديم كده اسود. الشكشوكة بقى بيض بصلصة. ايوه صح؟ خلاص بصل وفلفل. خلاص نمشي احسن، نمشي. لا 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 استني، هو يقدر يمشي، انت هتستني معنا شوية. ليه؟ لان انت معكيش بطاقة ولازم تجيبي حد يضمنك. طب حضرتك ممكن اضمنها انا؟ انت هتهزر يا ابني، ما انت ممسوك معاها. مش حضرتك لسه ماشيين دلوقتي؟ خلاص اجيلك اكني لسه جاي اضمنها عادي، مفيش حاجة. بقول لكم ايه، انتوا بجو الكرتون اللي انتوا عايشين فيه ده انا ما اضمنكش انت اساسا. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ حضرتك تشوفي اي حد تعرفيه هنا في بورسعيد تجيبيه يضمنك. لا 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 مش قادره، اي ونت بي، مش قادره خلاص. اظن انا بقى كده عداني العيب وازح، جيت لك وضمنتك وخرجتك، ايدك بقى على العدد. انت ليه عايزه العدد؟ انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ طبعا مش واثقه فيكي، واعملي حسابك من النهارده لحد ما نلاقي الفلوس العدد ده هيبقى معايا انا. شاري حبيبتي، انت لسه فاكره ان انا هربت منك؟ انا غلطانه بجد، انا غلطانه ان انا ما صحيتكيش، كنت نايمه كده وغلبانه قوي فصعبتي عليا، قلت اروح بسرعه وارجع لك. صح يا سيف؟ صح طبعا، قالت لي عد عليا قبل ما شيري تصحى بدري وطلعت الفلوس كلها. شفتي بقى؟ طلعت خايفة عليك اهو، بطلي ظن بقى. أنا أول لما شفتها قلت لك يا بنتي دي بنت أصول، لا يمكن يطلع منها الحركات دي أبدا. ثانك يو. أنت يا دوب رجعت للكيمياء ولا إيه؟ أمال مين اللي كان طول السكة عمال يسخن فيا ده؟ لا أنت بتتخانق لوحدك، دي مشكلتك، أنا ماليش دعوة. لا يا جماعة مش هنقعد نهري هنا طول اليوم، أنا هموت وأدخل تواليت وإلا كده يعني هزريت الدنيا. طيب ما يلا يا جماعة نقعد على أي كافتيريا على البحر، يعني اللي عايز يفطر يفطر، اللي عايز يزريت يزريت، اللي عايز ينزل المية ينزل المية. في بنانا بوت؟ في بس غالية شوية. ادفع 150 جنيه هديك 500. لا لا لا, لا, لا انا مش هستناكوا خالص، انا مش قادره استحمل. بابي العدد اتفضلي. ما تهزرش يا هاني، يعني انت كنت بتمشي في المنطقه وانت صغير من غير بنطلون؟ امال استنى يا عم سيف لما حد يشد لي البنطلون. لا ناصح معلش ثانية واحدة، عشان مش أول مرة يحصل لي الحركة دي، حضرتك مش سايبة كلينكس جوه ليه؟ إيه ده؟ جايز أخيراً أخيراً دخلت التواليت، بس الحمام غريب قوي، مفيهوش ولا صابون ولا حتى هاند لوشن،
بقول لك ايه، معاكي انتي بكتيريا؟ انتي هبله يا بنت انتي، وانا همشي بكتيريا ليه انا في شنطتي؟ انا ما قلتش بكتيريا. انت لمع باشا، لمع. لا لا بسكوتش، معلش المره الجايه. يعني مش هنستنفع منك باي مصلحه. معلش المره الجايه، المره الجايه. طب شكي شكي مرزوقه تعالي جنبي، شكي شكي مرزوقه تعالي جنبي، تعالي جنبي. بقول لك ايه، بقول لك خش على الباشا بيحب الفلكلور ده. هو اتلمع باشا، خد لما علي النضاره دي مبصمه. عايزها نفس اللون ولا غير لك لون؟ المهم اشوف بغض النظر. خلاص هعمل لك العدسات واعمل لك الجزمه هديه. بجد؟ اه والله. ماشي انا موافق. المهم يا جماعه دلوقتي هنعمل ايه؟ هنخش المينا بقى ازاي؟ بقول لكم ايه، انتوا مفيش اي حد فيكم يعرف اي حد في المينا هنا او ظابط؟ لا ما نعرفش. تعرف انت؟ انا بص، انا ليا اتنين صحابي ظباط، واحد ظابط في المتحف الزراعي والتاني في المباحث. ما حلو المباحث ده؟ لا ما هو المباحث ده شغال في مباحث الكهرباء. انا ما اعتقدش حد اعرفه هينفع يدخلنا. طب يعني ايه، هنروح يعني ولا ايه؟ احنا يا اما نروح يا اما نكلم عبد العزيز. اقسم بالله كنت متوقعه منك. اتجننتي يا بنت ولا ايه؟ عبد العزيز مين ده اللي انت عايزه تكلميه؟ ثانيه واحده بس، مين عبد العزيز ده؟ ايوه صح، مين عبد العزيز ده؟ قريب ابن خال امي، امين شرطه هنا في بورسعيد، بس كان عينه مني. عينه منك يعني ايه؟ يعني كان عايز يتجوزني، بس انا نفضت له عشان خاطر دبدوبي دوبي. طب ايه المشكله دلوقتي انك تكلميه؟ ايوه صح، المشكله انك تكلميه. المشكله انه عيل لازق كده وملزق. معلش يا شريهان، لو هينفعنا اعصري على نفسك ليمونه وكلميه. هو ايه اللي لو هينفعنا؟ بتقولي ايه؟ وانت مشكلتك معاه ان هو لازق وملزق بس؟ انت ايه مشكلتك؟ ايوه صح، انت ايه مشكلتك؟ شات اب، انت مين؟ لا مؤاخذه، هيا هاني ايه مشكلتك؟ برضه هتقولي ايه مشكلتك يا ست؟ كل بتقولي كان عايز يتجوزها، يعني عينه فيها اصور يعني ولا ايه؟ ايوه ما مشربهاش وسابها لك انت شربتيه. بس يا عم انت خليك في حالك، خليك مكاني يا عم سيف. ايه دلوقتي الراجل ده كان عايز يتجوزها، يصح كده؟ لا طبعا ما يصحش. تسلم يا نخوه. سيف يصح؟ ايه ده يا ابو الرجال؟ وانا ينفع امتنع عن الاجابه؟ طيب هاني، مش هي دلوقتي خطبتك واختارتك انت في الاخر؟ انت مش واثق في نفسك ولا ايه؟ لا الحمد لله عندي ثقه وكرامه وكل الحاجات الحلوه دي، بس انا لو سبتها اتكلم الواد المقاحلي اللي كان بيلغيها من زمان دهوت، ابقى انا لا مؤاخذه عيل مقاحلي. الكلمه دي عيب؟ لا خالص. طيب بغض النظر عن الكلمه اللي انا مش فاهماها دي، شريهان هتكلم عبد العزيز عشان احنا نلاقي الفلوس مش اكتر. فلوس؟ فلوس ايه؟ بيعمل ايه في حياتي ده؟ بيعمل ايه؟ بيلمع ركبي. ما خلاص يا عم هتلمع في خادي. لا مؤاخذه اصل افتكرتها بوت. بوت؟ ما انت كده، انت جاي بتعزف على رجلي. معلش يا استاذه نيلي، خليها فرصه ثانيه ان شاء الله. وعلى راي المثل قطمه احسن من نحله. نحله ايه؟ انت ليه بتقول كلام غريب قوي كده يا هاني؟ انا ما قلتش نحله اصلا. من الاخر كده يا جماعه، شوفوا لكم حل تاني. شوشو مش هتكلم عبد العزيز. هاني، فاكر لما قبل كده قعدنا مع بعض وقلت لي ان عندك احلام كتير قوي مش هتحققها غير لو معاك فلوس؟ دلوقتي لو شريهان كلمت عبد العزيز احنا هيبقى معانا الفلوس دي. افكرك؟ قلت لي انك هتتجوز شريهان وهتجيب شقه في حدائق الاهرام عند الخوفو وهتجيب عربيه وهتعمل ألبوم زي أصحابك الأهلوية الدخلوية. أيوة الدخلوية. وبعدين هيكون عندك توك توك مرسوم عليه محمد رمضان من ورا ومكتوب عليه السقف اللي مش هنتقلب، وهيكون عندك ميكروباصات كتير بتودي من التحرير للطواجن من الطواجن للتحرير. طواجن إيه؟ طوابق. Whatever. هي هاني قلت إيه؟ وافق بقى، وافق بقى، وافق وافق والنبي. والحلو والنبي تبسم للنبي، للنبي تبسم. خلاص يا جماعه اللي انتوا عايزينه اعملوه. هكلمه يا دبدوبي. كلميه، بس انت اصلا معاكي نمرته؟ ما مسيفه عندي. متسيفه بقمرتي ان شاء الله. ما هي دي الشريحه القديمه اصلها. الو. ايوه يا زوزو. اي عبد العزيز ازيك؟ الحمد لله. وانت كمان. وانت كمان. قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ وانت كمان وحشني قوي، عادي زي ما كل قرايبي يعني بيوحشوني، مش فارق لي قوي. بقول لك ايه، انا في بورسعيد وعايزه اقابلك. لا مش هينفع بالليل. هو انتوا متعودين تتقابلوا بالليل؟ لا لازم نقابلك دلوقتي. انت فين؟ اه طب ده انا جنبك قوي، 10 دقايق وابقى عندك. يلا مع السلامه. يلا يا دبدوبي يلا. مالك ملهوفه كده ليه؟ يلا عشان نلحقه بس. ثانية واحدة، احنا هنروح كلنا. انا بعد كده كل خطوة هتبقى رجلي على كتفك. اسمها رجلي على رجلك او ايدي على كتفك، انما دي مش راكبة. Whatever. افهمي، لو دخلنا عليه كلنا كده هيقلق، فنروح احنا الاول نفهم سكته ايه، وبعدين ما تقلقيش انا ماليش في الحركات دي. ها يلا يا بابي. يلا يلا عشان نلحق نجيب له هدية كمان. انت هتزيد بقى ولا ايه؟ يلا استنونا هنا هنرجع لكم تاني.
حاسب لنا سيف عقبال لما نيجي بس. انا حاسب لك وايه الجديد؟ علمت عليكي بس يا سفروت. بس هي بصراحه علمت عليكي. انت لسه هنا بتعمل ايه؟ امشي يلا. لا مؤاخذه، اصل بلمع عكر. امشي. يا عم امشي بقى. اوف. لما انت بتبيع جوافه. ايه ده سيف؟ بقول لك ايه، ممكن تطلب لي حاجه اكلها؟ هتاكلي تاني؟ ايوه البحر بيجوع. في ايه؟ البحر بيجوع. ايوه واحنا بنعوم. اطلب لي حاجه بقى بليز. اجيب لك ايه؟ اجيب لك سرومباء ولا بكلاويز؟ ده ديزرت؟ لا ده بس ده ديزرت البحر، ده غير ديزرت الشيطان. بس شكرا يا عم، احنا داخلين هنا. ده تبعنا. فين يا ابني عماد باشا؟ وانا اعمل كل حاجه بنفسي يا حبيبي. الشمس كلت وشي، انا بعمل تن، حد يستعجلهن. ابو عزيز اقبضوا عليها. لا ايه ده، دي بنت خالتي، عديها. اوعى يا عم. شكرا. عامله ايه؟ ازيك يا ابو عزيز؟ منوره. اتفضلي. شكرا. منوره يا باشا. كرسيين يا ابني. ايه يا بت، ما وحشكيش الزز ولا ايه؟ نسيت اعرفك، هاني خطيبي. هاني ايه؟ خطيبي. مفاجاه صح؟ معاك بطاقة يالا؟ ايه مالك متوتر ليه؟ يا عبد عزيز بطل هزار، يموت في الهزار من وهو صغير والله. خلي بالك من هزاري. ماشي. رجع يا ابني كرسي. ليه مكسور ولا ايه؟ لا ظريف ولذيذ. ازيك يا بنت خالتي؟ الحمد لله. كده ما تسأليش على الزوز ولا حتى تسألي على خالتك. معلش بقى. ناسية؟ ناسية لما كنا نلعب في بير السلم. تلعبوا ايه في بير السلم؟ باتيناج يا هاني، باتيناج أطفال. اه بس اتفرج عليها بعد الباتيناج، كانت تقعد ترقص لنا الوش الفجر. ترقص لمين يا غندوره؟ كنت عيله عندها 7 سنين وبشنب كده يا هاني. اتفرج عليها وهي بتتحزم بالشنب وبترقص شيك شاك شو. كنت بتعملي كده فعلا؟ طفله يا هاني، طفله عيله بنت. ولا طفله؟ مالك يا دافش لياد، انت مبرشم ولا ايه؟ طلع اللي في جيوبك. لا بقول لك ايه، انا مش هتفتش غير في الاسم. برشام ايه بس يا عبد عزيز؟ ده هاني ده راجل محترم ومبطل بقاله 4 شهور. لا هرجع له بقى. طب كني يالا. امورين يا بنت خالتي. معلش بقى يا عبد عزيز، كنا عايزينك في مصلحه كده. يا سلام، ده انت الغاليه تأمريني، ده انت جايه من سفر. ثانيه واحده تاخر يالا. اتفضل يا عماد باشا. اتفضل يا باشا. لا مؤاخذه قلبها مضيافه، بس دول قرايبي، دي قريبتي والواد ده ما اعرفوش. هات يا ابني قهوه. مظبوط. ايه يا باشا؟ قهوه. مظبوط. قهوه مظبوط للباشا يا ابني. ايه يا عبد العزيز اللي بيحصل عندك؟ مفيش يا باشا، انا لمحت جسم غريب وبحكم خبرتي وحنكتي في الداخليه انا شاكك ان هو قنبله. فين هو الجسم الغريب ده؟ هات يا ابني الكيس الاسمر اللي تحتك. انت ما بتعرفش توطي ولا ايه؟ لا يا خفيف، هات يلا. بص يا باشا، هو يبدو للانسان العادي ان هو قنبله، بس انا شاكك ان ده يكون منبه. مشتبه ايه يا ابني، دي قنبله. جبت القنبله منين يالا؟ يلا اجري، هنموت هنموت. اجري يالا، اجري.